إذا متابعينا الكرام متابعي قناة الشعب قناة شوف تيفي كنتواجدوا معكم مباشرة من مدينة تطوان وكيتواجد معنا عزيز عزيز اللي اسمه على مسمى عزيز اللي كما نقولوا قدروا ضاعت حياته فاش ضاعت حياته علاش عزيز 19 سنة دخل الحبس في تهمة ديال القتل العمد القتل العمد هو ما مساكن فيها لا قتل لا عمد لا شي حاجة غا السيد اللي متهم رئيسي بالقضية بسبب كان عنده نزاع مع الأخ ديالو جبد عليه حتى هو يعني خاه مات وزلق هو مشى للحبس تخيل في عمرك 19 سنة غادي يهزوك تمشي للحبس وانت فواحد الجريمة ما عاملها لا بيدك لا برجلك وشكون غيشهد ضدك غيشهدوا ضدك خوتك اللي بقاو على برا علاش باش انهم غواهم الطمع ديال الدنيا باش يحرموك انتيا من حقك ومن الارث ديال الوالدين ديالك عزيز اليوم جاي يحكي لكم قصة متابعين ديالنا متتبعين قناة الشعب شوف تي في هاد القصة اللي خصكم تبارطاجيوها تفاعلوا معها بواحد الشكل كبير تشوفوا يعني الطمع ديال الدنيا كيفاش ان واحد الشخص 27 سنة دوزها في الحبس وكان محكوم بإعدام يعني بينه وبين الحبس باش نقى ما كان والو واضب على العمل الجيد والدراسة في الحبس وهادشي اللي شفع له انه ياخذ يعني عفو ملكي في سنة 2018 خرج 2018 كيلقى دار باباه ما كايناش خداوها ليه كريمه خداوها ليه الاسره ديالو خداوها ليه فخداو ليه كلشي عزيز غتحكم تسمع معنا يعني القصه ديالو كيفاش بدات من اول تهمه حتى سالت دابا حرموه من الام ديالو فطبعا يعني اللي خلاه انه يهدر اليوم هو حرمان ديالو من الام ديالو فسمعوا تفاصيل القصه سي عزيز انا شبر لك ماشي تفضل السلام عليكم ورحمه الله انا السي عبد العزيز اللي دوز 27 عام في الاعدام والتهمة هي المشاركة بقتل أخي وأنا ما مشاركش في هذيك الجريمة نهائيا اللي هو كنت صغير ما عرفش كيفاش ندافع على راسي وخوتي حتى هما زادوا ضغطوا عليا اللي شهدوا عليا شهدوا فيا وزادوا غبروني بالطمع ديالهم بغاو يديو اللي غنخلي من مورايا كان عندي كراج مواطر البحر مواطر الطريق فلوكة المهم هما كانوا خصهم يتخلصوا مني 19 عام كنت معلم كدير ميكانيك ديال ضروري كنجري هنا بالحديد وكيعرفوني الناس كاملين هنا الناس كاملين بزاف كيعرفوني اللي كبارين ورافي جالسين الناس رافين كيعرفوني الدراري راه هما كيعرفوني هاي دابا ملي قبل ما تجي كنت جالس معاهم ودابا راه كيتفرجوا فيا رافي جالسين كيعرفوني الناس مزيان وقديم هنايا شديت في الحبس باقي صغير 19 عام المهم معاناه ديال الحبس داكشي كامل ما عنديش معاه كنشوفها من البعيد اللي كاين اللي كيكمي المهم اللي بغى ينضبط ويجمع راسو للصح وحتى انا واحد من هذوك اللي انضباط وجمعت راسي للصح قريت بديتها من المحاربات الاميه تما ودرست وكنت كنصلي ونقوم يعني الليل ونمشي نجتهد نخدم وعملت الدبلوم ديالي الدبلوم اللي هو ديال الصباغه وعندي ما يعني صنعه في الضوء وعندي صنعه في ميكانيك هذيك ما كيعطيوش فيها الدبلوم يمكن لك تخدم معاهم هاي داك المتطوع وصافي وخدمت المهم خرجت راسي عامر وما كاينش اللي عطاني فرصه لا خوتي لا هذه دوله لا حتى واحد ما عطاني شي فرصه اللي كنخدم معاه كيسمع بانني خارج من الاعدام دار في 27 عام كيقول لي خاي هاك جوج دريال ديالك الله يعاونك يعني بنادم كيجلس معايا وليت انا كنقول لبنادم انا كنت محكوم بالاعدام وضرب في 27 عام باش ولا بغى يمشي بحالو غيمشي من هذيك الساعه بلا ما يبقى جالس معايا عادي يسمع مني ولا يسمع من عند شي واحد يمشي بحالو انا وليت كنقول لهم انا راه كنت في 27 عام في الاعدام باش ولا بغى يجلس يجلس الا ما بغاش يجلس هيسير انا ولفت بوحديتي 27 عام وانا بوحدي المهم بوحديتي انا ديما عايش بوحدي ديما ما كاينش دي با كونفيونس انا ملي خوتي كيشهدوا فيك وعلى والو انا واحد النهار جيت بالليل جبرت الوالده مسكينه طايحه غوت على خوتي كاملين قلت لهم الوالده طايحه قال لك وهي ديما كطيح وراه مرسه من يده قلت لهم علاش طيح عندها ولاده عندهم فلوس ورزق ومي كطيح قلت لها غتهزها معك دابا ما طيحش قلت قالت لي علاش قلت لها حيت ولا جيت وجبرت امي ميته غتقول هو اللي قتلها وغتقوم صدريني عاود بشي 7000 عام اخرى ديال الحبس هز يمك دابا دي هذه يما انا ولكن هزها عندك وهذا الشيء عاود زاد للطينه بالله كما كيقولوا زادت عاود المهم دابا سرقت الوالده دابا دات الوالده عندها من الحبس تكرفستي في الحبس ما باطله ملي خرجتي من الحبس شنو جبرتي؟ جبرت الحبس يعني جبرت الزنقه يعني كلشي مقلوب فيها يعني خوتي ولدوا ولادهم ولاو كبارين ولاو مافيا ولا نسيبي جبرت اسرار عند نسيبي جبرت نسيبي يعني اغتصب بنت اختي اخرى
هو اللي دا لي رزقي وجا باش يسكتني، خدمني معاه في واحد ديبو، عملت كسيده تما تهرس كسيدون دي ترافاي، سيبني في الزنقه. اي راجل اختي اغتصب بنت اختي، واختي بيدها قالتها لي في الهاتف. ودابا خل اختك هي اغتصب يعني امراه بنت؟ لا بنت اختي اخرى. هو مجوج يعني جوج. هذه قصه بوحدها، هذه قصه داخله في قصه باش تشوف بنادم كيفاش عامل، وهذا الوسخ كامل فيهم وكيشهدوا فيا ومرضيني انا اللي ما مزيانش. يعني دابا انت غتخرج من الحبس غتبار يعني قصه اخرى، قصه اخرى فيها روح اخرى وفيها روح مشاكل اخرى. وبنت اختك فين مشات دابا هذه اللي تختصر؟ راها في تطوان، راه جرات عليها، دخلت عليها للدار وريشتها اختي وصيفطتها لتطوان باش تسكت، راه مصيبه في تطوان. القصه ما هضروا عليها حتى شي واحد. لا والو، باش غادي يهضروا هادو؟ هادو ما كيهضروش، هادو معطيهم الفلوس. شي 18 19 سنه، والسيد عنده 70 سنه. راه وشنو؟ اغتصبها وشرا لها. اغتصاب لا شرا لها الدار في القصار. وعاقت به اختي، مشات حيحت عليه، عاود شرا لها دار اخرى في تطوان. باش يسكت، صدقت اختي عاود طلعت حيحت عليه. المهم هذا الشيء يعني باش يطم، هو عنده الفلوس، عنده الفلوس صح، باش يطمسوا القضيه صافي الفلوس، شرا لها الدار. تاخر شي عاد قالوها لك باش تبقى فيك حرقه باش تمشي دير شي حاجه. باش يشريوها لي حتى يصيفطوني عاود يشهدوا فيا. انا قبيله تمشي البارح مشيت طلعت البوليس باش خلينا هذا الشيء عاد نجيولو من بعد. انت فاش شفتي الخبر مشيتي تهضرتي معاه قال لك اجي تخدم معايا ومريضه ما كاين. بحال هكا صافي. انا ما نكذبش عليك ما عنديش مع خوتي يعني، واش هاد العائله يعني خرجتي جبرتي دخلوك على المافيا، خرجتي جبرتي مافيا اخرى؟ مافيا اخرى ولادهم كبروا. ولادهم كبروا وشي بزناز كلها واش كامل. بقيت غير كنشوف انايا شنو هاد، شنو هاد الانحرافات، وانا بغاو يدخلوني معاهم في الانحرافات. شدوني بالطونوبيرات، كل واحد شمن ماركه عنده، كل واحد شمن طونوبيل، كل واحد فيه كيجري فيا، بين لك الحشيش، يبين لك مصايب كحله، غادي نبيع عاود الهويه. ملي ما بغيتش رجعت بحالي للور تاطو فيا بحال اللي انت ما ساويت. وانا داكشي دوازتو، انا باغي نخدم على راسي، نعمل وليدات ولا شي مستقبل. انت عاد لا بديتي عندك 20 عام عاد تجيب لي انت هذاكشي الخاسر، هذاكشي صافي سالينا منه. دابا هذاكشي مهم. ملي بديتي هاد المشاكل يعني خدمتي معاه وتهرستي جريتي، جاو داو لك امك؟ لا بلاتي خدمت معاه، جاو لعندي بغاو يديو الدار. خليني دقه دقه، بغاو يديو الدار. وكيفاش غيديو الدار؟ خصهم يحيدوني من تما، يحيدوني من الدار، يهبطوني كاس يا خو نخدم بالسلعه يعني بالفرج ديالي بكل شيء. جا وقال لك غتخدم معانا وخلي الدار. مشيت نخدم معاهم واحد شويه شي 20 يوم، قال لك غنسكنوا العايل ديالنا في الدار. قلت لهم ممنوع عليكم هذيك الدار ديال الوراثه. انت ملي خرجتي مشيتي لدار باك. دابا بغاو يخرجوك من دار باك باش يسكن شي واحد. يسكنوا شي واحد تما، وهذا الشيء كل شيء في علمه. وغوت قلت لهم لا ممنوع اللي يسكن العايل دختي تمايا. هذيك الدار الوراثه اللي حنا الخوت، ما يمكنلكش تسكن ولد اختي في الدار ضبا. صافي تما كلشي طلع له الدم. دابا باغيين يبيعوها، باغيين يبيعوا الدار ويسيبوني انا في الزنقه ويقطعوا لي الماء والضو. صافي دابا الوراق جاو، ما عندي لا باش نخلص ولا حتى شي حاجه. الوراق ديال الماء والضو هما مسيبين في الدار، الدار هما غادي يبيعوها، انا مهدد. الوالده ديالي هما داوها، يما هما داوها لعندهم، ما نعرفش شي 5 سنين وهي محبوسه عندها في البيت. تقلت لي حيت الوالده ما يمكنلاش تهضر معاهم، هما اللي كيبدلوها وكيكسيوها كيحلفوا فيها. ولكن الوالده ولا خرجتيها لشي بلاصه بعيده تحكي لك كاع اللي كاين، ولا جبرت راسها الوالده ديالي في الامان غتحكي لك بزاف. ولكن ما دمت معاها في هذاك البيت في دارها ما يمكن لا تحكي لك حتى شي، تقول لك غير غتقول لك غير كلشي مزيان. حيت علاش كيشدوها؟ ما نعرفش كيعملوا. هي 5 سنين وهي محبوسه عندها في الدار، 5 سنين. حتى انا حيحت عليها سيباتها في الملاليين، سيباتها في الملالين ملي حيحت عليها، ملي طلعت عند امي في الملالين بوسته وهادي، وبقات كتشكي لي يما وكتبكي حدا الخوا ديالي وحدا المرض الخوا ديالي، يعني كاين الشهود وكاين كلشي. دازت يومين ما تلوم شي واحد هنا، داك راجلها مات هبطاتها للكنازه، ملي هبطاتها للكنازه سجناتها عندها. دابا شي تقريبا شي 20 يوم ولا 25 يوم مشيت 25 وهي محبوسه عندها. مشيت غد البارح باش نشوف الوالده، قالت لي سير بحالك ما عنديش الوالده. وهذا في حد ذاته منتف، هذا في حد ذاته مونتيف عندها، حيت القانون لا يحمي المغفلين. ما يمكنش الام ديالي عندك في الكنازه وانت تجيني انا ولدها وتقول لي ما عنديش الام ديالي. ذبحتيها كليتيها، فين هي الام ديالي؟ ما تقوليش ما عنديش الام ديالي. انا جيت عندك باش نشوف الام ديالي كتقول لي ما معاياش. ملي جبت السلطات دخلوا عليك جبروا امي عندك في البيت مخبعه، من بعد وليتو كتجري عليا انت وولادك. هذه ماشي
ماشي هذه ماشي انسانيه. الام ديالك حرمك منا، حرموني منا، حرموني من كل شيء، بقيت في الزنقه نسيت. بغيتي تشوفها باش تشوف الام ديالك، ديتي معاك الامن. الامن ها هو الامن باقي هنايا، ها هما نسقسيهم شي وعندهم كل شيء واضح. انا ضربت الحبس ما كنكذب حتى على واحد، كل شيء على الطابله. حيت علاش؟ مربي تربيت، خصنا نشوفوا هذوم اللي باقي ما تربوا، هذوم اللي باقي ما تربوا خصهم يتربوا. اما انا ما عندهم ما يشبر فيا، كل شيء بالدليل والشواهد، كل شيء عندي. عشتي 27 سنه 27 عام بلا ام ديالك، بلا ام ديالي، بلا حتى شي حاجه. وكنت حرمك كنت كنكافح وكنت كنتريني، وهذا بالعاني باش نبقى في الحياه، باش نشوف يما شي نهار ونجلس معها. نهار اللي خرجت نجلس مع يما حرموني منها، وحرموني من اي حاجه كنت باغيها في الدنيا. سيبوني في الزنقه نقلب في الطوار رود الزبل باش نجمع انا نبيع شي حاجه ناكلها. واش هادوم خوت هادوم هما عندهم هنايا العمارات وعندهم شنو هادشي هذا؟ شنو هادشي هذا؟ العماره والقاعد الحفالات والديبوات في الاميره والديبوات ما نعرف فين في جامع الحمراوي. العماره فيها 18 دار اصاحبي، 18 دار في العماره في جامع الحمراوي، وانا كنتسيب هنايا بالجوع ورزقي كليته لي. لا فلوكا لا ماطريال اللي كنت كنخدم، الكراج ريبتو، لا كريمه الوالد ديتيها عندك والدار باغا تديها عندك. واجي دير الروح ديالي، الروح ديالي نحيد لك شي عرق، دي الدم شربو، وادي الدم شربو، حيت ما كاينش قانون اللي يحبسكم، ولكن انا غنحبسكم والله حتى نزيركم باسم القانون، ماشي باسمي، باسم القانون غنزيركم. اصبر عليا. كانت شوفها مسكينه مكرفصه، ما قدرتش تهدر، ما قدرتش تهدر للظلمه اللي ظلموها، ظلموها في الاول، حيت ملي حكموا عليا بالاعدام الام ديالي جات لعندي، قالوا لما تمشيش عنده، بحال بهذه الطريقه، قالوا ما تمشيش عنده، يما كتسلت وتجي عندي للحبس، ملي شافوا يما ما غطلقش ما غطلقش مني غتجي غتجي عندي، حتى هما ولاو كيحشيو راسهم زعما حتى هما ما جايين عندي، نفاق، وانا عارفها راه نفاق. بداو كيجيو على 6 شهور على 7 شهور، من تم وليت كنسمع انايا داو الكسيبه للوالد، باعوها شفروها له، باعوها ولادها. كاين واحد الولد اختي كيجي كيحيد الضو للام ديالي، ملي الام ديالي كتشبر الفلوس تاع لا كريمه تاع المأذونيه، كيجي ولد اختي كيحيد لها الضو من برا ويدخل عند عزيزه، كيشوفها مسكينه كتشوف الحيوط التلفازه مطفيه، كيقول لها عزيزه مالك، تقول له الضو مشى، كيعمل لها الضو مشى، كيجبد لها الديجينكتورات 6، كيقول لها مشاو لك 100 درهم الوحده، شحال هما 60000 فرانك، وكل شهر، كل شهر داك 60000 فرانك كيتيريها، سنين هادي، ملي خرجت فرشت وليت انا ما مزيانش، ملي وضحت لهم الامور بان الديجينكتور ما كيتبدلش، الديجينكتور هي كيقطع الضو، وهذا راه كيبروفيتي في يما، مع شحال من عام هو كيدي لها رزقه. إذا وخوتي حتى واحد ما كيهضر، إذا عجبهم هذاك الشيء، هذاك الشيء ما يعجبنيش، حيت أنا مربي، دوز الحبس عن جدارة واستحقاق. دابا خلينا نخوتي دابا عند الأم ديالك. شفناك البارح بكيتي ملي جراو عليك محمد. معلوم بكيت وشنو جراو عليا في هذيك الساعه، وكنبكي في اي لحظه حيت كنتفكر يما. يما ما عشت بها بزاف وما بقالاش بزاف، ما عشتش معاها بزاف وما بقالاش بزاف، علين تموت مراه كبيره ما كتخلفش، مراه في الركنه، يعني ما بقاليش ليها بزاف. هاد شويه اللي بقالي معاها هما كيحرموني منها، بلاص ما نتمتع انا وياها اللي كنت في الغربه ومسيب، وهي الطبريه كانت مشوقه ليا باش نتمتعوا، ها هما الكلاب كيتمتعوا هما، وحنايا حنا مسيبين، هي مسيبه محبوسه عند وحده. علاش فيما كتفكر الام ديالك كتبكي؟ ما شبعش الام، ما شبعش الام ديالي، دموعي كيغرر. الام هذيك انت ما كتبكيش على امك؟ هو كل شيء غتبكي على امه، وقول لي شي واحد انا ما عندوش امه، سير لي على شي واحد انا ما عندوش امه، وضروري غتغلبوا النفيس على امه، واخا يكون كيما كان. انت اللي خلاك تهضر. ضروري، ونهضر في وسط البحر، نهضر فيما كان. حيت انا كنت ساكت، شوف انا فوقاش خرجت؟ خرجت 2018، وشو شحال وانا ساكت؟ 6 سنين. علاش؟ حيت كنت كنشوف ماما امي مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم، وكنت ساكت وبالاعصار كنشوفها كتجي وما كتبغيش تهضر معايا، ونجي 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 ونشوف يما. ولكن ملي قطعوها ليا نهائيا صعرت صافي، كنت غنطلع للرباط نجيب لهم اي قوه في الرباط، ما نتذكروش عليها. المهمه ديالي خصني نشوفها وتكون هي حره وتشوف اللي بغات. واش المراه بقات لها صاحبي 20 يوم في عمرها ويبعدوها على ولادها على الولد ديالها اللي مدوش معاه حتى والو، يلا خرج من الحبس ديو لامه، فين كانت هاد 27 عام دي لامي؟ ندي لك الروح ديالك ذاك الساعه، واخا ما عمرك ديتها لشي واحد شي مخلوق، ديك الساعه ندي لك روحك اول مره، ندي روح للانسان حيت على يما. هادشي ماشي معقول، ماشي معقول.
هادشي ماشي معقول. تخيل فيكم اي واحد نمشي نديلو يماه ونغبرها، اي واحد فيكم، وما فياش هذاكشي، ولكن داكشي ديال الاجرام، فهمتيني؟ اي واحد تقول الام ديالك هي كتشوف كلام مباشره، ملي ما رضيتيش البارح وما جراو عليك وجايب البوليس باش تخرج. انا اللي كنقول للام ديالي ما تخاف حتى شي واحد، الخوف من الله، واللي عمل لك شي واحد فرشو، قول له في وجهه انا كنجي عندك قول لي، وكاين الدوله كاين المخزن كاين الناس يحميوك ويحميوني، ما تخاف حتى شي واحد، اي حاجه قولها لي. انا شنو قلت لك في الملاليين؟ قلت لك هضر معايا، قولها لي، قول لي راكي محبوسه في الدار. تينا ما كتقوليش محبوسه في الدار، قول لي انا حبساني 5 سنين ما بين 4 الحيوط. تينا حتى طلعتي من العدل ودابا هي رداتك، البارح جبت البوليس عندك وشفناك. ما انت شتي كيفاش جراو عليا؟ شحال ما جوزناش حتى دقيقه كنشوفك، دقيقه ما دوزتاش معك ياك؟ يا لا لبست لك يدك راسك بغيت نجلس، خرج خرج علينا، خرج علينا، ما تجيش جابنا بوليس، خرج علينا ياك شتي بعينك. المهم انا ما نفرطش فيك، تي المهمه ديالي كيما جيتي عندي 27 عام للحبس وقابلتيني هيداك انا معك، واخا كتشوفني انايا عن بعد وما نجيش وهذا، ولكن غير الضغط اللي عندك في الباب، عندك الحراسه في الباب بزاف، شي كلاب شي كلاب عندك في الباب. انا لو كنتي ساكنه بوحدك نجي ديما، ولكن ملي عندك شي كلاب في الباب كيعضوا انا ما غنجيش، غنجي صحه. وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى على الله، كنتمنى على الله المسؤولين يشوفوا معانا، فهمتي، يشوفوا من حالنا، حنا راه مضيعين هيدا، كلاونا رزقنا، سفونا دمنا، ما نكذبش عليك، داوني خدموني معاهم عام ديال الخدمه، من بعد هرسوني في رجلي وسيبوني. هاد النسيب هذا اللي مغتصب بنت اختي، جوجت اختي داز سيامات، هو عنده شي 70 عام عباد الله، مغتصب العائله عنده 20 ولا 21 عام، ملي خرجت باش يسكتوني طلعوني لراس الوطن نخدم معاهم ب 50 درهم في الليله مع الطوبو هذا، باش هادي بالعاني باش يديو الدار. في الاخر ملي تهرش سيبوني في الرينكون، لا دواء لا علاج لا والو، باقي عندي الوراق ديال الطبيب لدابا، باقي عندي الوراق ديال الطبيب لدابا، راه سبيطار محمد السادس مع الدلي الحديد، الحديد في رجلي من هنا لهنا، باقي ما شبرت لا حقي لا خدمه لا تعويض لا حتى شي لعبه. انا رجلي فيها الحديد، ويما راه شفروها لي خوتي، وانا ما خدامش، خارج من 27 عام ديال الحبس من الاعدام. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. القضيه ديال الكريمه بغاو يزوروا الامضاء ديالي من الكريمه، بغاو يحيدوني من انا، يحيدوني من التاريكه. شنو عملوا؟ مشاو تجمعوا، مشاو زوروا الامضاء هنا في المضيق، زوروا الامضاء هنا في المضيق، شبروهم، داوهم يعني للحبس، تحقيق وكيل الملك وهذاك الشيء، جبروا الامضاء مزور، قالوا له هذا ماشي الامضاء ديالو. جاو قالوا غادي يمشيو عندنا للحبس، غادي يمشيو عندي للحبس باش يجيبوا الامضاء. جاو عندي للحبس الوالده والمزور تاع الامضاء والعدول ديالو، عندي واحد النسيب عنده العدول، عنده المحامين، عنده كلشي ديالو، كيزور ويعدل داكشي الراس، وما محتاج هو حتى شي جهه، بوك وعاقه. وعائلته ماشي عائلته، ولادو شي ولادو شي عائلته، كانت عندهم ماكينه ديال الطبيع ديال الفلوس، وعندهم الصوابق على فلوس مزوره في عين عايشه وداك الشيء. ما علينا، زوروا لي الامضاء ديالي، شبروهم، داوهم الحبس، تحقيق هذاك الشيء، خلصوا الفلوس، خرجوا، جاو عندي للحبس نعطيهم الامضاء. قلت لهم علاش مشيتوا زورته؟ الامضاء باش نحولوا لكريمه للام ديالي، انا نعطي لكم هذيك الام ديالي، علاش تزوروا الامضاء؟ زعما ما بغيتوش تسق الخبر، تحيدوني كاع من التركه، وعطيتهم امضاء للام ديالي. دابا الام ديالي هاي عندها لكريمه، بغيني يديوها لها، كلها كيقول لك اكتب لي، كلها كيقول لك اكتب لي هاد لاكريمه. داك النهار طلعت عند الملاني قلت لها اسمع الحاجه، هاد لاكريمه من حقي انا، انا اللي مسيف الزنقه وما عندي التاريه باش نعيشوا انا وانتينا، ماشي لاكريمه يديوها لك هادو صحاب العمارات والطاكسيات ومصائب كحله عندهم، يديو لك لاكريمه ديالك اللي عطاها لك محمد السادس الله ينصرو. علاش؟ حيت كتخاف. ما تخافش، الناس معاك، علاش كتخاف؟ ما تخاف حتى شي واحد، حنا معاك ان شاء الله. وانا كنقول لك غادي تمتع مع راسك، وان شاء الله نصلحوا لك الدار ديالك وترجع للدار ديالك وتعيش مضخمه، ما بقيش يحبسك شي واحد في ضيضه. بالنسبه للرساله ديالك انت للناس يعني الساكنه ديال مدينه مضيق اللي كيشوفوك يعني قلتي كتسمع الهضره وكتضرك في الخاطر ديالك. ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل. الاعدام حيدوا منه، قلتي راه الدراري صغار كيجيو يسلموا. وما عنديش مشكل، احسن حاجه. قال لك اسمع اش غادي نقول لك، قال لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هاد المسائل عمل بهم بزاف في حياتك.
وما كرهني وانا لا شنو اديتهم ما ادي هذاك الوسخ في راسهم وفي قلبهم. انا ما اديت حتى واحد، ما طلبت حتى واحد، ما جيت جلست مع واحد، هذاك شغلي وادية لصقتني كتبها الله عليا، فهمتي؟ هذاك الشيء راه كتبوا عليا الله سبحانه وتعالى، وهذاك الشيء راه شايفه من صغري انا، وهذاك الوالده عارفه هذاك السيستيم هذاك، يعني ذاك الحلم في صغري طاح عليا وقلت للوالده، وملي شديت قلت لها ذاك الحلم الوالده كذا قالت لي يا وليدي هذيك، ذاك الشيء لا نقاش منه، انا عارف ما بيني وبين الله، انا ما عمل شيء. هذوم دبر راسهم، هذوم حاضين غا عباد الله صاحبي، تيحدوني انا عاد خرجت من الحبس، لو كانوا فيهم الخير كو جاو عاونوني ملي انا خرج من الحبس، يقدموا لي يد المساعده. هادوم غير كيشوفوا بنادم خصو يطيح، خصو يموت، خصو يضيع، يقطع البحر، يموت رافاين. انا ماشي من هذاك النوع، انا باغي نخدم بدراعي، ماني شفار، ماني قمار، ما عمري ديت حاجه ديال شي واحد، ما عمري قيست شي واحد، ما عمري عملت شي اذيه في الحياه ديالي اللي غضب عليا الله بعدا. اي واحد خصو يعرفها، عمري عملت شي حاجه في الدنيا يغضب عليا الله، اي واحد خصو يعرفها هذه، وبيني وبين الله ماشي كنقولها لشي واحد باش يزيب لي شي حاجه، فهمتيني؟ كتاب الله ديما حاملو معايا، ها هو ضارب معايا، عرفتي شحال من عام ضارب معايا كتاب الله، ضارب معايا السنين، هاي، واللي ما عرفش قيمته، هذا اللي ما عرفش قيمته هو اللي هداه لي في الحبس، من العائلة ديالي، هداه لي، لو كان عرف قيمته ما يهديليش هذا كتاب الله هذا اللي حماني 27 عام وباقي حاميني وما عمره كيتفارق معايا. فهمتي؟ ها شو كيفاش خرج من الحبس، ها اسمع، شو كيفاش خرج من الحبس، شو كيفاش خرج من الحبس. كيفاش خرجت من الحبس؟ واشو كيفاش ردوني؟ عوجوني، مسخوني، هاد مسخت الوالدين. فهمتيني؟ سي عزيز. نعم اخي. كطلب المسؤولين انهم المسؤولين يتحركوا يتحركوا. بغيتي شي تعويض بانهم يعطيوك شي هو ضروري، وانايا راه ضروري، انايا كنت في الحبس عندهم. وانا كنت في الحبس عندهم. انا 27 عام، ملي دي لي 27 عام من عمري وتخرجني 47 عام في عمري ولا 48 عام في عمري، واش بغيتيني انا نعمل؟ غنمشي نخدم لك ولا سني مشروع باش نخدم راسي، خصهم يشوفوا معايا يدبروا عليا تريبورتور هوندا شي لعبه باش نخدم على راسي. هيدا راه والو، ما يمكنش انا غنعيش هيدا والوالده ديالي مصيبه. علاش لما كيعاونوا هاد الناس هادو؟ شكون اللي غيستحق هاد المعاونه ولا ما كنتش انا؟ شكون اللي يستحقها في نظرك؟ واحد داخل عنده 19 عام، دار 27 عام في الاعدام، خرج عنده 48 عام ولا 47 عام، ها في غدي السيد الزنقه يمشي يقلب الطوارو، علاش الطوارو ناقصين؟ اذا خصهم ها قلت يا ضمير ديالهم هذا، كل واحد ما انا قلت لك شنو كاين الورد، خصهم الورد، خصهم كراس سنين طيح سنين مشي باش يديو كل شيء. هما دابا علاش عاملين هذا الشيء؟ باش نخورين نكون باش يديو الدار، قلنا لك بغاو يسكنوا ولدهم في الدار بغاو يديوها، يعني واش غادي يعملوا بك انت ولا كان عندك شي حاجه؟ خصهم يحيدوك باش يديوها باش يعيشوا بها. ايوا هادشي اللي علاش مثلا انا غادي نقول لك، لو كنت جيت من المانيا ولا من تركيا ولا من شي قنت شنو يعملوا عليا؟ ها شوف دابا قول لي انت، ها لو كنت جيت انا من بلجيكا ولا من اسبانيا ولا من شي قنت عرفت غادي يعملوا بيا؟ غيطيروا بيا، والمعز اعز حاجه عندهم غيهديوها ليا. ولكن ملي كيشوفوني خارج من الحبس ما عنديش، اذا اللي كيقول لك اللي عطوها فيا خساره، تنعطيهم مقابل، هادو نزل مقابل، هاك وراه ما فيها حزاره، هادو الناس المقابل باش تخدم على راسك ويديك مشروع باش تخدم. ها هو هرسني وسيبني وعندي الوراق، وكنت خدام معاه، كنت خدام معاه وعندي الوراق ديالي، عندي كلشي، خصني نتابعو بمكتب الشغل، ما عنديش باش غنتابعو بمكتب الشغل باش يعطيني التعويضات ديالي. واش كاين شي واحد كيخدم ب 50 درهم عساس في الليله؟ نعم اخ. وجه انا رساله للام ديالك. الام ديالي. وجه رساله للاخوات ديالك، شنو تقدر تقول لهم؟ ها هما كيشوفوا اذا كانوا كيسمعونا في هذا البيت مباشر. شي كلام يعني اللي يوصلهم، وشي كلام يعني اللي يكون موزون باش يحسوا بك. يعني حنا وكتساود معنا في هذا المباشر، والمتابعين كاملين كيتابعوا معنا في هذا المباشر، بقيت فينا وبقى فينا الحل انك 19 سنه ودخلت راسو 20 سنه ديال الحبس، وماشي حبس عادي، راه كنتي بوحدك. هذا معكم مدخول؟ هذا معكم؟ لا 20 سنه ماشي مشكله، هذا كيشوفوا. شنو نقدر تقول؟ المهم صافي جماعة. سير مشي تسعة صاحبي ماشي مشكل، بغينا نوجهوا رسالة هي تكون أخيرة لوجهة يعني صافي. بنادم ما يتكشكش عليا، أنا كنهضر من بنادم ماشي جدي أسراري أنا واحد آخر، أنا السيكوري ديالي فهمتي، أنا في شكال ماشي بعد. شنو نقدر تقول خوتي؟ كنقول لهم سمع الله يهديكم، راكم غتنوضوا عليكم واحد العجازة خايبة، سمعتوا؟
غنوض لكم على جاجة خايبه، غنهبط لكم مسؤولين من الرباط هما اللي غيزيروكم، حيت نتوما ماشي صافيين فيكم الدغول. لو كنتو صافيين كون جلسنا على طابله وحده وفكوا معايا المشاكل ديالي اللي كليتوها، كليتو لي رزقي ورزق الوالد ولعبتو وشطحتو في دارنا حتى عييتو، دابا تجريو عليا للشارع. ماشي معقول، هادشي ماشي معقول، ما كيبغيه حتى واحد. وإلا ما بغاش المخزن ياخذ حقي كاين طرق أخرى. المهم ما نمشيوش بلاش، فهمنا؟ إذا متابعينا الكرام متابعي قناة الشاب قناة شوف تيفي، كما تابعتوا معنا هذه القصة ديال عزيز، عزيز لواحد الشخص اللي كما سمعتوا دوز حياته 27 سنة، ماشي سهلة في الحبس وماشي شي حبس، حبس انفرادي، علاش؟ بتهمة ديال الإعدام، وفاش خرج كيلقى يعني رزقه ورزاق مو ورزاق باه، خداوه لخوته، ودابا هو يعني حرموه من الأم ديالو، هادشي اللي خلاه يهدر، وكذلك يعني غيخرجوه من الدار لأن باغيين يمشي من الزنق. فعزيز الرسالة ديالو كانت الأولى هي الأم ديالو بأن الوالدة أنا معاك، أنا غنتقاتل معاك، أنا مع خليك شي كتعاني. والرسالة الثانية هي المسؤولين، عزيز عنده ماشي غير دبلوم واحد، عزيز عنده يعني كيعرف يدير ميكانيك، كيعرف يدير عنده دبلوم ديال السجن ديال الصباغة، فاش كيبغي يخدم الناس ما كتعاونش معاه يعني بسبب ديال الكلام جارح. وجا الرسالة ديالو كذلك الناس، هو إنسان صالح، إنسان يعني ماشي اللي دوز الحبس يعني دوز الحبس ظلما وعدوانا، يعني كما سمعتوا يعني ما عمل فيها لا بيديه لا برجليه. وحاليا يعني تما كتابع معنا يعني في هذا البث مباشر، كيطلب يعني انه باغي خدمه، باغي يلقى شي خدمه، باغي اللي يتعاون معاه باش انه يقدر يخلص الموضوع، باش ما يقطعولوش الموضوع، باش ما يجبروش السبه باش يخرجوه من الدار. وكذلك باغي الناس يعني في مدينه المضيق انها تحترمه وتعرف القصه ديالو، هادشي اللي خلاه يهضر معنا. اذا شكرا متابعينا الكرام، متابعه ديالكم هذا البث مباشر، نتوما في رعايه الله، حفظه الله، اللقاء مشاهدين ان شاء الله.